عسلامتكم ومرحبا بكم في كبسولات تكنولوجية باللهجة التونسية. معكم أنس الذهبي، باش نشوفوا مع بعضنا تطبيقة جديدة. اليوم باش نحكيو على Co-Spaces EDU، المنصة التعليمية الخاصة بالاي ار والفي ار in the classroom، يعني الاوغمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي والواقع المعزز في القسم. في كبسولتنا اليوم باش نتحدثوا على جاليري. شوفوا مع بعضنا في Co-Spaces EDU جاليري فيها برشا مشاريع في ميادين مختلفة، مثلا STEM and coding، social sciences، languages and literature، marker space and arts. بطبيعة إذا كان حبوا نكتشفوا محتوى هذه المشاريع فقط نختار أو نضغط على أحد المشاريع، مثلا firefighters. شوفوا معايا لهنا firefighters هو Co-Space منجز من Co-Space's team. كما تراو لهنا فما like، فما remix وفما view. شو يعني ريميكس؟ يعني إذا كان المشروع أنت عجبك وتحب تحب تعمل مثال كيفه يشابه له مع إضافاتك الخاصة، نجم تستعمل الأوبشن ريميكس. وطبعا لإبداء الرأي نجم تعمل لايك. لمشاهدة الكوسبيس نضغط بلاي. وإذا نحبوا نلوجوا على كوسبيس معين، مثلا في مجال البحار أو المحيطات، مش نكتب أوشن مثلا، يجيوني الكوسبيس اللي يحكيوا على الأوشن، مش نكتب education، games، أو نجم تختار اسم أستاذ أو معلم معين لاكتشاف المشاريع اللي أنجزها على كوسبيس. مرحبا بكم في كبسولتنا اليوم. بسلامة.